السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إلى إقليم قلعة سراغدة مع أخينا السي حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسيد الحاج طيب. أهلا السي حسن. كدير بخير. الله يطول عمرك مولاي. أنت طيب اسم على مسمى وكلامك طيب. بارك الله فيك مولاي، حفظك الله ورعاك. والوقت معك طيب. جزاك الله ألف خير. الله يجعلنا وإياك من ذاك اللي يقول الملائكة سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. آمين آمين يا رب يا رحمن يا رحيم يا رب. دعينا مع الوليدات مع السي محمد حامل كتاب الله ومع خديجة ومع السمية والسي زبير والسي عبد الله. تبارك الله تبارك الله، الله يصلحهم جميعا سيدي حسن. ودعي مع الام ديالها امراه مريضه شويه ما قداش الصوم الله يشافيها. الله اكبر. ودعي لنا مع الحاجه الوايده الزهراء في الناس ده وحال القريه. والحاج الوليد راه توفي الحاج محمد الله يشافي الله يرحمه رحمه واسعه. ودعي معنا احنا كيف الله يوفقنا الاعمال الصالحه يا ربي. اخويا حسن يا رب. سي حسن كي كتقضي نهار رمضان في هذه الايام المعظمه عند الله وفي الدار ديالكم واش كتصليوا التراويح والولي ديال تبارك الله حامل كتاب الله سيدي محمد واش كيصلوا بكم شي بركه ديال القران الكريم في البيت؟ سيدي محمد كيقرا في الشريعه في كليه الشريعه في اكادير. بعيد عليكم. انا حامل كتاب الله. تبارك الله تبارك الله وهذا خير كبير الحمد لله. بارك الله سيدي محمد سيدي حسن. سمية تيار كانت كتشارك في هذاك البرنامج اللي كان فيه السي سميتو مع الصباح. هي سي سعيد مسلم هي ديال تجويد القران وترتيبه. ادعي معها الله يوفقها وخديجه يا خويا حسن. عند الباك هذا العام الله ييسر لها. يا رحمن يا رحيم يا رب. السي زبير السي عبد الله. الله يحفظهم جميعا. شامل والناس يأمنوا. يا رب يا خويا سيدي حسن. الله يجزيك بخير يا سيدي الحاج الله يسعد اوقاتك. شكرا لك مولاي شكرا حفظك الله ورعاك الله وهنيئا لك. انا اريد اولا ان اهنئك انت اولا سيدي حسن انك حامل لكتاب الله عز وجل. كتاب الله تعالى لا يعطى لاي كان، لا يوهب هذه النعمه لا توهب لاي كان. ربنا لا يعطيها الا لمن علم في قلبه خير. وعلم في قلبه صلاح فيمكنه من حفظ كتابه العزيز، فهنيئا لك. وقد وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحافظ لكتاب الله العامل بأحكامه أنه مبشر بالجنة. المبشرين بالجنة من غير الصحابة اللي كانوا رفقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، المبشرون بالجنة كثر، منهم من أخذ الله منه حبيبتيه فصبر ليس له جزاء الا الجنه، يعني المكفوف اللي ربي ابتلى بانه كفيف وصبر واحتسب وقنع ورضي ليس له جزاء الا الجنه. فهذا مبشر بالجنه، وكذلك الحامل لكتاب الله الحافظ لكتاب الله العامل باحكامه هذا مبشر بالجنه. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن واستظهره واحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وجعله شفيعا لأهل بيته كلهم قد استوجبوا النار. فحامل كتاب الله تعالى مبشر بنعيم الجنة. ويضاف إليه أيضا الذي رأى النبي الكريم في المنام، من رأى النبي الكريم في المنام أيضا مبشر بالجنة، لأن النبي الكريم لا يرى لأهل النار، يرى فقط لأهل الجنة. فصاحب القرآن إذا كان يحمله ويحفظ معانيه ويعمل بأحكامه ربنا وعد بأنه يدخله الجنة ويجعله شفيع لعشر من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار. هذه كرامة. وكانت العائلات المغربية والعربية عبر التاريخ، العائلة المسلمة كان دائما في كل أسرة
رب الأسرة يأخذ ابنا أو بنية لكي يلقى حاذق وعنده قوة الحافظة، فيسخره لحفظ القرآن الكريم. يقول هذا استثمار، لأن إذا كان واحد يقرأ القرآن في البيت، البيت إن شاء الله غادي يكون كله مرزوق، هو مرزوق، صاحب القرآن مرزوق، ومن حوله مرزوقين، هو مكروم ومن حوله مكرومين، هو محفوظ ومن حوله محفوظين. وقد يقدر الله عليه رزقه في الدنيا ليختبره ويباهي به الملائكة، ولكنه عند الله تعالى له الأجر الوفير والخير الكثير، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن لله أهلين، قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، وهم أهل القرآن وخاصته. فهنيئا لك أخي حسن أنك حامل لكتاب الله، وأنك ربيت هذا الولد وسميته محمدا، وحفظته القرآن، ودمت تبارك الله في كلية الشريعة. إن شاء الله يكون مشروع عالم من علماء الأمة، ويكون إن شاء الله فقيه من فقهاء الإسلام، ويكون مفتي من مفتي الديار. نسأل الله تعالى أن يفتح عليه فتح العارفين بالله. وهذا البنية اللي حتى يبقى صغيرة وتحفظ القرآن، هذا نعمة كبيرة. البنات المؤنسات الغاليات إذا كانت تحفظ القرآن صارت أجمل من الجميل. ربنا يكرمها ويحفظها ويبارك فيها، وكتكون معززة مكرمة في حياتها العائلية وفي الحياة الزوجية مستقبلا، كتكون مباركة لأنها حاملة لكتاب الله. هنيئا لكم أخويا السي الحسن. وهذه السميات ذكرتهم كلهم تبارك الله أسماء الصحابة وأسماء الصلحاء. أسأل الله أن يحفظ لك العائلة جميعا، ويبارك فيهم، ويرحم الوالد، ويوسع له الرحمات، ويجعل في الفردوس الأعلى منعما مكرما في عرصات الجنات. وأسأل الله تعالى أن يبارك في الوالدة ويشافيها ويعافيها ويطيل عمرها، ويبارك لك في الزوجة. إذا كان هناك صلاح وصل عائلة، راه من الزوجة، راه يقول الرابح من المرأة والخاسر من المرأة. إذا لقيت الرجل رابح، الأسرة رابحة، الأسرة مستقرة، الأسرة ناجحة، اعلموا بأن كل هذا النجاح غالبيته سببه من المرأة، لأنها صابرة محتسبة وأنها مجتهدة. إذا لقيت هناك خلافات وصراعات وتتقهقر، عرفوا واحد النصيب وفير تتحمله المرأة، لأن المرأة هي الدينامو، المرأة هي صاحبة القوة، أعطاها الله هذه القدرة وأعطاها الله هذه البركة. فأسأل الله تعالى أن يصلح نساءنا وبناتنا أجمعين، ويجعلهن صالحات قانتات ذاكرات. الله يجعلهن مثل الثرية داخل البيوت كتضوعنا الجميع. اللهم يا رب يا كريم احفظ جميع نسائنا وبناتنا. وأخينا سيدي حسن بارك الله فيك وأسعدك الله وحياك الله تعالى، وجعلك من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.